بون، السلام عليكم خوتي، معكم ديدين كاموزاز. السلام عليكم كاع الشعب الجزائري. بون، هاد الفيديو درته سبيسيال على واش راه صاري. حبيت نلحق ميساج وحبيت وجهة النظر ديالي لكاع الشعب الجزائري على خبر وفاة مغني الراي هو ريمانار. بون، انا ما يهمنيش الوفاة ديالو ولا ما هو صديق، ما هو اسمه واحد مقرب ليا، ما هو واحد من افراد العائله ولا واحد. انا مش مش ماشي غاضني من الكوتي، الله يرحمه. انا شغل كيس كاباب كون سمعت هذا الخبر، كي ما نسمع خبر على انه مفرط واحد الله يرحمه، هذا الامر ما يهمنيش، الله يرحمه وربي ان شاء الله يصبر ماليه. الحاجه اللي حبيت اللي غاضتني هي لا رياكسيون تاع الشعب الجزائري تجاه هذا الانسان كشعب مسلم. وقت تقولوا بلي احنا مسلمين وحنا مؤمنين وهذوك يغنوا الراي وهذوك تاع ملاهي وتاع فايس وتاع كباريات وتاع كباب، تصيب واحد دخل في الكباري فيه الخير على واحد فيه اللعيا. انما الاعمال بالنيات، كل واحد واش كتب له ربي. الله يرحمه سي توفى، الله يرحمه ربنا بن مولاها، عنده رب يحاسب. آدم عليه السلام كي هبط للأرض غلط، هبط للأرض. هادي هي علاش الهضرة الزايدة والشاح والتستشفى في الموت والتستشفى. نتوما شعب، نتوما على بها كون جيتو شعب فيكم الخير، ما يسلطش عليكم ربي دولة هكذا. هادي هي جميع فرعون عنده موسى، ماشي دولة فرعون، دولة موسى. والسلام عليكم وسمحوا لنا طولنا عليكم. وهذا الميساج صلى ان شاء الله يلحق كاع الشعب الجزائري، وان شاء الله ربي يرحم موتانا وكل نفس ذائقة الموت، وربي يثبتنا ان شاء الله قبل ان شاء الله قبل ما يدينا. والسلام عليكم.